استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وزير الدفاع التشادي بشار عيسى غد الله، واكد السيسي ان ما يجمع بين مصر والتشاد علاقات قويه وراسخه. واوضح الرئيس حرص مصر على تعزيز التعاون العسكري والامني مع الاشقاء في تشاد، فضلا عن تطوير التعاون الاقليمي بين دول تجمع الساحل والصحراء من اجل التغلب على التحديات التي تواجه تلك المنطقه وعلى راسها الارهاب.